تفضل. عمر هيبة حجاج، أنا مفتش في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمين حزب حماة الوطن بمركز كفر الدوار، رئيس مجلس أباء محافظة البحيرة الأزهرية. أولا شرف لنا اليوم دول قدومة، واعتبر عيد كل سنة هنحتفل به لقدومك لنا في محافظة البحيرة. احنا لنا طلب عند حضرتك، عندنا 22 فدان هنا في البحيرة متبرعة بيهم واحدة من سنة 65، ونفسنا نعمله جمعة فرع جامعة البحيرة الأزهرية هيخدم إقليم وجه البحر كله. طبعا عندنا الطلبة يا ريس بتسافر يا إما القاهرة يا إما أسيوط، فالأرض موجودة، وإحنا إن شاء الله أنا واحد من الناس هتبرع ب10% من راتبي لمدة سنة للجامعة الأزهرية. مش هيكافي. مش أنا لوحدي، يعني أنا كفرد من 105 مليون، وأكيد حضرتك هتتبرع. أنا على عيني حق. أكيد حضرتك هتتبرع. على عيني حق. أكيد حضرتك هتتبرع. فيعني إحنا بنطلب شعب البحيرة من حضرتك الفرع لجامعة البحيرة الأزهرية، والأرض موجودة. إحنا قدمنا الطلب لفضيلة الإمام ورئيس الجامعة وجم عينوا المكان. فإحنا بنرجو من حضرتك أن الموضوع دي يعني حضرتك يعني. طب أنا هسألك سؤال. اتفضل يا رئيس. تفتكر الجامعة دي تتكلف كام؟ طبعا الجامعة دي هتكلف مئات الملايين. كام؟ مئات الملايين. مش أنتوا المفروض أن أنتوا تكملوا الموضوع يا دكتور مصطفى، نشوف الموضوع ده أول. بس أنا بقول لك الجامعة دي عشان تتعمل على 22 فدان هيبقى فيها تخصصات مختلفة يعني. طبعاً. وأنا مش بقول أن إحنا مش ان احنا بنقول ما نعملش، بس انا عايز اقول لك على حاجه. احنا الجامعات اللي اتعملت على مستوى الدوله خلال الست سنين اللي فاتت تكفي الطلب على التعليم لغايه 2000 كام يا دكتور؟ 2050 كم؟ 2050. امال ايه؟ لا وانا عايز اقول لك بس كنا قلت ايه بروح اسيوط. لا انت عندك في برج العرب في الجامعه اليابانيه المصريه اليابانيه وعندك. حاضر 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 يعني حاضر. انت النهارده عايز تعليم سواء كان ازهر او غيره، انا ممكن اقول لك ايه حاضر وندرس وخلاص، بس انا ما اتعودتش اعمل كده. اتعودت ان انا اتكلم معاكم بكل موضوعيه. انت هتقول دلوقتي وتقول ايه الرئيس قال، لكن النهارده لو قلنا اتعثرت يبقى انا ايه مسؤولين. تقول لي ايه الارض اهي، اشمعنى انت قلت الارض ايه؟ الارض جاهزه من 65. قول لي والفلوس جاهزه ويبقى القرار ايه حاضر. يبقى ليه يا دكتور القرار حاضر. ماشي يا ريس. طب شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. نيجي نسلم على حضرتك. حاضر ممكن دي دلوقتي. شكرا لحضرتك، شكرا لساعة صدر حضرتك يا فندم. ابدا ابدا ابدا. احنا بس يعني طمعانين في كرم حضرتك. فرصة بقى ان احنا نستسمحك في مداخلة كمان ممكن من احد الاهالي. شكرا يا فندم، هستأذن حضرتك في مداخله كمان بعد اذنك. مش يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور اسامه البلكي مدير مستشفى دمنهور التعليمي، عضو التحالف الوطني امانه البحيره. بتشرف يا فندم ان انا النهارده اكون احد المرحبين بسيادتك في على ارض محافظه البحيره، المحافظه العريقه اللي هي اتشرفت النهارده شرف عظيم بوجود سيادتك فندم. النهارده فندم بشكرك على التحالف اللي اصبح مظله بتجمع الجميع من كافه الاتجاهات السياسيه والمجتمعيه لخدمه الوطن ودعم سيادتك يا فندم. بالنسبه النهارده احنا بنحتفل بحياه كريمه، برضو حاب اشكر حضرتك على المشروع العظيم اللي نتائجه باينه وانجازاته موجوده على كافه ارجاء وربوع مصر. النهارده احنا موجودين في قريه من قرى البحيره
انا شخصيا يعني ما كنتش مصدق المنظر اللي انا شفته، لان دي فعلا الكلمه اسم على مسمى، فعلا حياه كريمه. يعني الاختيار كان سليم يا فندم وقوي، وتم تنفيذه على ارض الواقع. النهارده انا كمان حابب اشكر سيادتك يا فندم على مبادره انهاء قوائم الانتظار، وده بحكم تخصصي انا فندم. عايز اقول لسعادتك ان انا كمدير لمستشفى دمنهور حضرت المرحلتين، وانا عايز ابلغ سعادتك وكافه الحضور ان احنا عملنا 13000 حاله، 412 حاله لغايه امبارح بالمرحلتين، بيضموا جميع التخصصات اللي كانت صعب جدا وان هي كانت خيال بالنسبة لنا انها تتعمل في المستشفيات الحكومية. حضرتك اكتر من 5000 حالة رمض بتشمل الشبكية وزرع القرنية والكاتركت وخلافه. حضرتك اكتر من 3500 حالة قسطرة ودعم وأسطرة دعم الحياة اللي بتشتغل 24 ساعة أنقذت الكثير، أكثر من 3500 حالة. حضرتك أكثر من 2500 حالة تثبيت فقرات، أكثر من 975 حالة تغيير مفاصل ومناظير ركبة في حالات عالية الدقة ومتقدمة. حضرتك 16 حالة زرع كبد واثنين حالة زرع كلى، وهو مشروع احنا فرحانين بيه هنا جدا في البحيرة ان هو اصبح زرع الاعضاء موجود على ارض البحيرة. حضرتك بقى عايز اقول ان ده مش كانش ممكن يتحقق ابدا لولا دعم الدولة ولولا المبنى التخصصي اللي هو اتفتح في عهد سيادتك. حضرتك مفخرة، حاجة اعلى من على اعلى التقنيات وباحدث التجهيزات سمحت لينا ان احنا نقدر نرفع عن كاهل المواطن ونرفع العبء ونساعد في الدولة في احنا يعني لان احنا استمدنا الروح القتالية دي من سعادتك يا فندم. فاصبح ده بيساهم المجهود اللي بتعمل ده اظهار دور الدولة وانجازاتها. حضرتك قلت ان في ازمة والأزمة موجودة وكلنا حاسين بيها، بس بالروح القتالية اللي حضرتك بثتها فينا كلنا في مجالات العمل المختلفة أستطيع أقول لسيادتك إن شاء الله هنعديها، وهنعديها زي ما حضرتك وعدتنا، وهتبقى مصر أم الدنيا زي ما حضرتك قلت إن شاء الله. شعب البحيرة، شكرا دكتور أسامة، شكرا لحضرتك يا فندم. فندم وعمره ما نسى إن حضرتك أنقذت مصر من الإرهاب والإرهابيين يا فندم. ربنا شعب البحيرة كله معاك، توكل على الله فندم، وكلنا مش بدعمك. شكرا دكتور أسامة. طب انا خليني الدكتور أسامة اتكلم على البحيرة بس. اتفضل دكتور أسامة. انا عايز اقول لكم ايه، لما اتعرض علي الموضوع ده من 4 سنين مش كده دكتور مصطفى، اتعرض علي قوائم الانتظار كانوا 12000، كانوا كام؟ 12000. وكان ساعتها يعني في جهات كتير جدا تبرعت انها تمول تنهي القائمة ليت، فانا قلت لهم انا بقول لكم حد يعرف قوائم الانتظار لغايه دلوقتي على مستوى الدوله المصريه كام؟ حد يعرف؟ ها كام؟ لا 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 لا، انا بتكلم عدد القوائم الانتظار اللي تم اللي هي الحالات اللي هي زي ما قال كده من اول اي حاجه كام؟ ايه تاني كم؟ كده شوف دايما الستات حاجه تانية ازاي. احنا دخلنا على الاتنين مليون، دخلنا على كم؟ 2 مليون. والرقم اللي تم انفاقه حتى الان في قوائم الانتظار داخل في 20 مليار، صح كده؟ 15 مليار الدوله، 16 مليار الدوله وفرتهم، وعدة مليارات جت من جهات كتير زي الأزهر وزي يعني البنوك ومؤسسات المجتمع المدني. لكن أنا بقول لكم إحنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12000، لما دخلنا الموضوع واشتغلنا عليه بقى 2 مليون في 4 سنين. طب أنا كنت متوقع كده؟ ليه؟ إحنا بنقول إيه؟ الأزمة اللي عندنا أزمة على قد دولة بقوام 100 مليون و 105 مليون فيها طلبات في كل شيء، في التعليم تتكلم ماشي، في الصحة تتكلم ماشي، في الطرق تتكلم ماشي، في السكة الحديد تتكلم ماشي، في الكهرباء تتكلم ماشي، في أي موضوع تتكلم فيه هتجد. لكن الإجابة يا ترى بفضل الله سبحانه وتعالى حجم عبورنا للحاجات ديت
معقول ولا مش معقول؟ حاسين بكرم ربنا لينا ولا لا؟ انا بتكلم بجد، بتكلم بجد. فالنهارده احنا متوقفين عند 2 مليون؟ لا، اه صحيح صحيح، يا رب يستر علينا دايما يا رب. انا كنت عايز يعني ما فيش حد حضرتك يعني تنحاز للسيدات. طب اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ممكن المايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول برحب بسياده الرئيس، البحيره نورت والله النهارده مع حضرتك الدكتوره بوسينه محمد جنيدي استشاري النساء وتوليد ورئيس قسم النساء وتوليد مستشفى بحمص وامينه المراه عن حزب حماه الوطن بمحافظه البحير. هو بالنسبه بس للنقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها اللي هي تنظيم الاسره وعدد المواليد وكده، انا ما اتكلمتش. لا زياده عدد المواليد يعني حضرتك احنا هنا في محافظه البحيره دكتور هاني جماعه وكيل الوزاره عمل لنا مبادرة ياريت تطبق على مستوى الجمهورية، وهي ان احنا بنركب الوسيلة اثناء العملية القيصرية، وديت بتحد جامد من لان الست بتولد بعد كده بتقعد تفكر فترة طويلة وكده. فالمبادرة دي جايبة نتائج كويسة معنا جدا، يعني انا عندي في المستشفى حوالي وصلنا ل 97 و98% اللي احنا بركب الوسيلة اثناء العملية القيصرية، فديت لو طبقت على مستوى الجمهورية اعتقد ان هي هتجيب نتيجة كويسة جدا باذن الله. واحنا بنحب حضرتك جدا في محافظه البحيره واثقين في حضرتك جدا ومكملين معاك باذن الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا يا دكتوره. شكرا دكتوره بوسعيد. حاضر حاضر. ممكن حد من الشباب؟ طيب انا ازيكم؟ اتفضل. رحبت البحيره يا ريس، شرف لينا كلنا. متشكر جدا. محمد متشكر. بركات امين الفلاحين بقالي 20 يوم عملت 20 عضويه 2000 عضويه. أيوه. في 20 يوم. أيوه. بتكلم مع الفلاحين بقول لهم احنا بنأيد الرئيس بتاعنا، يعني بنأيد مصر، بنأيد الوطن، بنأيد الرئيس بتاعنا، يعني مصر آمنة بفضل الله، بفضل الله وبفضل سعادتك. مصر آمنة معنى ان مصر آمنة في سياحة، في اقتصاد، في استثمار للأجانب، ان بلدي آمنة تيجي تعمل مشاريع ليا ولاولادنا من بعدين. وشكرا سياده الرئيس. شكرا جزيلا يا فندم. ممكن فضل. مشاركه حد من الشباب بعد اذنكم؟ ماشي اتفضل اتفضل. طيب ادي الشاب الاول وبعد كده الحاضر. حاضر اتفضل اتفضل. نورت البحيره يا ريس. شكر وباسم كل شباب البحيره بجد بشكرك ان حضرتك بجد اديتنا امل ان احنا بقينا كشباب بنشوف رئيس الجمهورية وبنقعد مع رئيس الجمهورية وبنتكلم معاه. أنا محمد الرومي أمين الشباب في حزب مستقبل الوطن بمركز دمنهور وعضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في البحيرة. أهلا وسهلا محمد. نورت يا ريس. وأنا بس يا ريس حابب أقول لحضرتك كلمة واحدة. الشباب اللي طلع اليومين دول هو شباب عاش ثورة يناير وعاش ثورة 30/6، شباب بدأ مع حضرتك من البداية وشباب بجد كان من البداية خالص ناوي وحابب البلد دي كلها. احنا يا ريس عندنا انتماء كبير لبلدنا وبنحب وطننا وعايزين كلمه من حضرتك انك تطمننا بجد على بكره وعلى مستقبلنا احنا كشباب، لان احنا دايما في ظهرك وفي ظهر القياده السياسيه وفي ظهر الجيش وفي ظهر القضاء وفي ظهر كل مؤسسات الدوله. بس عايز اقول لحضرتك يا ريس السوشيال ميديا وتاثيرها علينا كشباب احنا الحمد لله واعيين كويس جدا. في مجموعه من الشباب طبعا بتروج، بس الغالبيه كلها موجوده يا ريس، وخصوصا الشباب الموجود ده عاش وشاف. احنا عشنا قريه زي اللي بعديها دي يا ريس، احنا شاركنا فيها مننا، انا واحد من الناس شاركت في شغلها وشغال في شركه شغاله في حياه كريمه في القريه دي. ان شاء الله باذن الله بلدنا هتبقى بينا اقوى، بس محتاجين ان حضرتك تطمنا على مصر بكره، مصر اللي فيها شباب ناوي يبني مستقبل مصر بجد. شكرا يا ريس. شكرا محمد. شكرا استاذ محمد. حاضر. شكرا طيب سيادة الرئيس. انا عارفه انه كلنا كل واحد فينا نفسه طيب يقول كلمه لحضرتك. وعدنا حضرتك ان انت تتكلمي. حاضر اديها لو سمحت الميكروفون. اتفضلي. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. اولا انا مش عايزه اقول يا ريس لان انا بعتبرك زعيم مش رئيس،
انا اخوك وانا اخوك الزعيم اخوك عبد الفتاح السيسي مش رئيس انا والله اخوك بس لا والله زعيم والله زعيم معاك دكتورة أمل مختار فليفل طبيب بطنة مستشفى رشيد العام تمام اولا عضو التحالف انا عضو التحالف الوطني التنموي بشكر سيادتك جدا على التحالف اللي اتحته لينا التحالف اللي ضم كل المخلصين للوطن والداعمين لسياده الزعيم عبد الفتاح السيسي التحالف اللي المظله بتاعته ضمت كل واحد محب لوطنه دون النظر لاي حزب سياسي او اي تعصب او اي طائفيه ده نمرة واحد نمرة اتنين يا رئيس أنا بحب أشكرك على المبادرات الكتيرة اللي عملتها من خلال التحالف مبادرة إزرع مبادرة إبدأ ولكن في حاجة هي قديمة شوية بس أنا كان نفسي قوي 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 أقابلك من سنة عشان أشكرك ووصلك حب الناس ليك ودعوتهم ليك من خلال عملي كنائب مدير مستشفى عزل رشيد بشكرك على الأدوية الغالية جدا اللي انت وفرتها للشعب المصري كان في حقن بالجينة بتطبع بره في السوق ده ب50,000 حقن الأكتمرة والمونوكلونة تحت قيادة وكيل الوزارة الدكتور هاني جماعة ودكتور عبد الوهاب منسي مدير مستشفى رشيد العام يستحقوا كل تكريم وحضرتك فوق الكل وفرت مبالغ باهظة الحقنة يا ريس كانت بتوصل ل40,000 جنيه كنا بندي كله كان بياخد الحقن دي حقنتين بس كان ممكن ينقذوا حياة أي إنسان سيادتك كنت عاطي أوامر للمديرية وكنت عاطي أوامر لوزارة الصحة قسما بالله كان المريض بياخدها في حياته إنه خلاص هيموت ده آخر طلقة بقى اديها له ده اللي ممكن تنقذ حياته والله العظيم يا ريس ناس كانت بين الحياة وفي الموت على تنفس صناعي شوفي بفضل الله وفضل معاليك بسبب الحقن ورعايتك والمصروف الجامد اللي الدولة صرفته في ظل الأزمة الاقتصادية اللي كل العالم كان بيمر بيها نمرة اتنين سيادتك الدولة الوحيدة اللي عطت الكل مرتب كامل وقعدته في البيت ايام الكورونا دول انا اعرفها زي الامارات اخواتي مسافرين كان لو قعد ما ياخدش مرتبه سيادتك عطت له كل مرتبه كامل مش بس كده وبس وحضرتك كمان العمالة الغير منتظمة صرفت لها برضو مرتبات ثابتة تمام نمرة اتنين يا ريس برضو موقف بالنسبة للدول اللي أنا عايزة أقولها لك أنا أخواتي لمسوها أول سيادتك لمسكت زعيم لجمهورية مصر العربية أيام المجلس العسكري ومش عارف قالوا لهم ما أنتوا لكم حق تتكلموا ما أنتوا ماسككم مين ما أنتوا بقى رئيس بلدكم الزعيم عبد الفتاح السيسي صورك كانت في كل محاكم دبي كل محاكم في دبي وكل محاكم أبو ظبي كانت صورة متعلقة من الشعب الإماراتي أخويا قال لي بقى يحترموني يقول لي ما أنت مسكه عبد الفتاح السيسي بشكرك على الطرق اللي في بعض من الناس زعلان منها يقول صرف فلوس كتير على الطرق دي يا ريس بتخليني أوصل نص ربع الوقت عشان أروح القاهرة وأروح اسكندرية أقول كنت باخد وقت طويل وبعدين الطرق اللي مزعلة بعض الناس طب ما الطرق دي ما فيش استثمار من غير طرق ما فيش صناعة من غير طرق ما فيش دخل قومي هيجي لنا وفلوس تجي لنا من غير ما الصناعة غير استثمار الطرق اهم شيء انا بشكرك على كل حاجه وبحبك جدا بحبك جدا بحبك جدا يا رجل شكرا استاذه امل شكرا لحضرتك شكرا يا فندم على ساعه صبر حضرتك لا اديني فرصه ارد على محمد لانه سال سؤال مهم وعلى الدكتوره ابو سينا برضه بص يا محمد احنا يعني كدوله كنا حريصين على ان احنا العمل اللي احنا نعمله للدوله المصريه ما يبقاش مرتبط بفتره زمنيه مؤقته يعني فتره تواجد الحكم بتاعنا ويبقى كفاية كده لا احنا كان كل شغلنا في الدولة المصرية تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية دلوقتي وللعشرين 30 سنة قادمين بدليل انا قلت ايه انا عندي جامعات 2050 قلت كده يبقى ده معنى ايه ان ده موضوع احنا خلصناه ودلوقتي اقدر اقول ان انا مطمن ان ما بقاش فيه مشكلة في التعليم مش بس لانها ما اتعملتش لا في القاهرة بس ولا في اسكندرية فقط لا دي اتعملت على مستوى خريطة الدولة المصرية بص يا محمد محافظة البحيرة مرتبطة بوادي النطرون ولا أنا مش واخد بالي بيتعمل دلوقتي يا محمد على الأقل في المكان ده 2 مليون فدان كم يا محمد طيب البحيرة فيها كم ألف فدان هي أكبر محافظة في مصر مش كده خدت بالك طيب وانا جاي دايما ببص كده من الطيارة اشوف حجم المباني البيوت اللي مبنية على الاراضي الزراعية بيزيد ولا واقف ثابت زي ما هو كده يعني ماشي قلت شوية لكن الاتنين مليون في الدولة اللي بكلمك عليهم دول يا محمد مفيش بيت واحد ما
مفيش ايه. ولو هنعمل بيت في تخطيط عمراني بيتم للمكان ده، لو هنعمل بيت هيتعمل في المناطق اللي غير صالحه للزراعه على الاطلاق، صح كده دكتور؟ يعني في اراضي مثلا صخريه ولا حاجه في وسط 50-60 ألف فدان نقوم نعمل مركز حضاري معمول على اعلى مستوى. انا بتكلم في كام؟ في 2 مليون فدان. فين؟ جنبكم هنا. طيب هتقول لي يا فندم طب انا فين؟ انا فين؟ هم هيتزرعوا ازاي؟ لا يعني الارض دي. طب انا فين؟ انا يعني طب انت عملت كده طب انا فين؟ هقول لك يا محمد الحد الادنى انت لو عايز فرصه عمل هت ايه؟ هتجد في المكان ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، طب في بقيه مصر؟ في بقيه مصر بلا مبالغه هقولهم بالارقام عشان في سينا 450 الف فدان. كم؟ عشان برضو احنا يهمنا ان احنا نبقى التنميه في كل حته وما نقولش في مكان احنا نسيناه وممكن يعني يحصل له حاجه. سينا 450 الف فدان، وتعاملت محطه بحر البقر بتدي 5.7 مليون متر لصالح الكلام اللي انا بقول عليه دي. المايه دي كانت بتروح فين يا محمد؟ انا بقولها لكم ليه؟ كنت يمكن تكون ما تفرقش معاكم. المايه دي كانت بتترمي في بحيره المنزله. بحيره ايه؟ المنزله. خدنا جزء من المايه الصرف الزراعي دي ودخلناها شرق القنال، شرق القنال، وتعاملت بحيره معالجه، اسف محطه معالجه ب 5.7 مليون متر مايه. ونفس الكلام جوه في المحسمه عملنا محطه معالجه ثانيه مليون متر ميه في اليوم، برضه ميه صرف زراعي كانت موجوده بتترمي في بحيره التمساح. اقصد ايه؟ عشان الميه دي كانت بتترمي يعني ما بتستخدمش، مهدره. هي صرف زراعي لكن كان ممكن ايه؟ تتعالج، نتخلص من السماد ونتخلص من الكيماوي اللي موجود فيها واي حاجه تانية مضره، وتبقى بس يمكن نسبه الملوحه اعلى من المياه الطبيعيه شويه. انا بشرح لك ليه؟ بشرح لك عشان افهمك ان الايه مش الكلام ان انا اقول لك ايه اطمن يا محمد على بكره، لا انا هقول لك اطمن يا محمد روح شوف. روح ايه؟ شوف. طيب ده سينا. طب احنا كنا بنتكلم على وادي النطرون، انا قلت 2 مليون لكن احتمالي بكام يا محمد؟ 2.5 مليون. كم؟ لان احنا بنعمل تصنيف حقلي للارض ديت عشان نطمن هي المرتبه بتاعتها 3-4-1 كده يعني. لكن بيتعمل حاجه يا محمد ما بتتعملش هنا في البحيره ولا في محافظات الدلتا، ان احنا بناخد الميه عكس الاتجاه. عكس ايه؟ يعني الميه هنا جايه لكم بالراحه زي ما بيقولوا، مش بيسموها كده؟ بيقول لك بنروي بالراحه، يعني الميه جايه من العالي على الواطي. انا بضطر اخد الميه من الواطي للعالي. ودلوقتي بتتعمل مشروع كبير جدا في اسمه في مستقبل مصر هناك عشان الاثنين مليون فدان دول، بناخد من المصارف الزراعيه اللي موجوده في الدلتا عندكم في البحيره وغيره، وبنجمع حوالي 7.5 مليون متر ميه يوم، واخدينهم عكس الاتجاه يا محمد. عكس ايه؟ بمحطات رفع. 15 محطة. كم؟ 15 محطة رفع، كل محطة لوحدها. ده كلام يعني مش عايز اقول ايه، لازم تشوفوه، لازم تروحوا تبصوا على الحاجات دي. بين محطة الرفع ومحطة الرفع التانية في يا ترعة معمولة خرسانية او مواسير توصل المية من ده لده. المسافة قد ايه؟ 140 كيلو. كم؟ 140 كيلو لغاية محطة هم احنا لغاية دلوقتي بنقول عليها الحمام لكن احنا هنسميها اسم تاني في منطقة الحمام. يعني بتعمل كم متر مية في اليوم يا محمد؟ 7.5، ما تنساش 7.5 مليون متر مية في اليوم. ها؟ نهر جديد. بس المية دي برضو كانت بتترمي في المكسب، مش كده يا دكتور؟ يعني فاهم يا محمد؟ يعني كانت بتترمي في المكسب. انت هنا بتتكلم على قطاع واحد. قطاع ايه؟ واحد. عشان توصل الميه ديت وتعمل لها معالجه تعمل 15 محطه رفع وتنزل الميه ديت بعد ما عالجتها عشان تزرع بيها هي والابار اللي موجوده هناك، تزرع 2 مليون فدان، 2.5 مليون فدان. ده ارقام هائله جدا. عارف الفدان يا محمد وصل لكام تكلفته؟ يعني لو انت جيت النهارده قلت المليون فدان انت بتتكلم في 300 ألف جنيه الفدان، يعني كام؟
يعني 300 مليار يا محمد، بص لي كم للمليون فدان. انا في البحيره لو عايز اعمل مليون فدان كنت هصرف ربع المبلغ ده؟ لا خالص. عشان كده بقول لكم ايه، الارض الزراعيه بتاعتكم خلوا بالكم منها، ده كنز كبير قوي. السكن ممكن يتدبر ان احنا نعلي فوق اللي بنيناه، او طب لا احنا بنعمل سكن عواصم المحافظات جنبك هنا ليه؟ شايفه اللي هو العشرة ادوار وال12 دول بنعمله ليه؟ انا بقول ان ده ارحم من ان احنا نبني على الارض الزراعيه. طيب احنا قلنا كده، طب في توشكا وشارع العنات في قد ايه؟ توشكا وشارع العنات بنتكلم من 800 ل 900000 فدان، كم؟ طب ما تقول لي دول بعيد قوي، اقول لك ما هو مش بعيد على بتوع اسوان. مش بعيد ايه؟ على بتوع اسوان قريبين منهم. برضو بيتعمل فيهم محطات رفع وترع وحاجه. شوف يا محمد اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس، مين؟ ربنا مش حد تاني. اكمل لك بقى، مش عايز تسمع؟ انا ما بقلقش خالص من موضوع السوشيال ميديا. ليه؟ لان انا عارف ان السوشيال ميديا هي عباره عن دردشه الناس مع بعضها بس بقت على الهوا. الناس كانت قبل كده بتقعد على القهوه تتكلم، صح كده؟ دلوقتي بيقعدوا على الايه؟ على الفيس يتكلموا. لكن في النهايه كل واحد مننا في مكان بيشوف اللي بيتعمل. لو حد بيتعامل مع مستشفى والمستشفى بقدمت له خدمه كويسه شاف. لو حد بيتعامل مع مدرسه ولقى المدرسه كويسه شاف. لو حد بيتعامل هنا مع مركز طبي جوه قريه زي كده ما كانتش موجوده وكان يروح مستشفى دمنهور شاف. لو كان النهارده الخدمات اللي بتقدم دي في السجل المدني وي 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 كان قبل كده بيتحرك يروح حته تانية ولقى المركز ده او لقى السجل مجمع الخدمات ده قدام منه شاف. لو واحد مننا شاف الترعه وهي بتتعمل لها بلاطات خرسانيه شاف. الطريق شاف. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بطمنك على انك انت بتقول للجيل ده 2011 شاف الاحداث اللي حصلت. صحيح. اللي يا محمد اللي بيتولى قلوب العباد رب العباد. مين بقى؟ رب العباد. وكل واحد بياخد نصيبه. كل واحد ايه؟ بياخد نصيبه. فاللي بيتولى الامور ربنا. اذا كنا احنا بنؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى ماسك الدنيا كده مهيمن مهيمن، فخليك مع مين؟ مع ربنا. دي واحد. طب احنا كدوله بنجري على قد طاقتنا؟ لا يا محمد، والله العظيم اكتر من طاقتنا. لا لا مش جهد، هو انا لوحدي ما بيكم. هو كل مزارع النهارده زرع بيكم. هو في حاجه لوحدنا ولا ايه؟ هو الطريق اللي بيتعمل ده هو بس الناس بتتكلم على الطرق ليه يا محمد؟ خلي بالك لان الناس اتعودت على ان هو ده اللي يعني لازمته ايه؟ ده خطه كانت بالمناسبه يعني عايزين تسالوا بقى وتحاسبوا فيها مين؟ حاسبوا الدكتور سعيد، الدكتور مصطفى. لان الدكتور مصطفى نعم كان ماسك التخطيط العمراني للدولة المصرية، مش كده ولا أنا؟ فكان شايف كل الكلام ده ويقول لك إيه، أنا كنت شايف عايز أعمله بس مش قادر، عايز أعمله بس مش قادر. طب أديك قدرت يا دكتور، جايب لنا الكلام أهو، مش كده؟ لا طبعا. حاضر، هقول لك على حاجة محمد تعرفها وليكوا كلكوا. في القاهرة حجم الإنفاق اللي كان بيهدر في الطرق 8 مليار دولار سنويا. عايزين نبقى احنا بنتكلم على مستوانا كأفراد نبقى منتبهين ان التاثيرات بتاعت اي حاجه انت بتعملها. الدكتوره ابو سينا كانت بتتكلم بتقول ان مثلا حقنه غاليه شويه وكانت متوفره او كده يعني، ولو نقدر اكتر من كده. الدكتوره امل معلش 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 ما تزعليش، انا اسف معلش. ما الدكتوره ابو سينا كلمت هنا فمعلش يعني طيب معلش، اقصد اقول فلو كان اكتر في عندنا فرصه اكتر من كده يا محمد هنعمل اكتر من كده. بس هقول لك الموضوع الصناعه احنا شغالين فيه دلوقتي جامد قوي.
الصناعة شغالين فيها جامد قوي. ليه؟ احنا بنعتبر ان هي فيها فرصة كويسة قوي لحاجتين. اول حاجة تشغيل، يعني تزود شغل الناس، العمالة يعني. الحاجة رقم اتنين انها تزود الناتج المحلي بشكل كويس. الحاجة رقم ثلاثة لو صدرنا يجيبنا دولار، لو كفينا مش هنشتري بدولار. مش هنشتري ايه بدولار؟ حاضر حاضر لو سمحت. ف يعني عايز اقول لك ايه، طول ما احنا ماشيين، بالمناسبه يا محمد خليني اكلمك، وانا قلت الكلام ده مش هنا في مصر، كنت قلته في مؤتمر في زامبيا. قلت ايه؟ كل ساعه الدوله تضيعها في اقتتال، ده خراب سنين. ده خراب ايه؟ سنين. بدل ما تختلف معايا اشتغل. انت من حقك تختلف وترفض، بس اشتغل. ما تحرنش وايه وتقف، اشتغل اشتغل اشتغل. لا احنا بقى عايز اقول لكم ان في برنامج النهارده. حاضر لو سمحتوا. بالله مصر جميلة، بالله طول. شوفوا يا مصريين كلكم، ليكم كلكم، كل ما هتصبروا وتقولوا يا رب تشتغلوا، ربنا هيغير حالنا الأحسن. شكرا يا فندم لساعة صدر حضرتك. هو كل حد فينا بس ومن أهالي البحيرة يعني حابب يرحب بحضرتك ويقول لك كلمة، بس طبعا لضيق الوقت يعني اسمح لي بما أني بنت محافظة البحيرة ومن الشباب وسيدة فأتكلم بلسانكم بعد إذنكم، وأنقل رسالة شكر وامتنان لحضرتك على كل حاجة وعلى زيارة وتشريف حضرتك هنا النهاردة. وباسم الشباب والمرأة أشكر حضرتك لأننا وصلنا لتمكين ما كناش نحلم به سابقا، لكن ده تم بفضل حضرتك. شكرا وتشرفنا بوجود حضرتك النهاردة يا فندم. شكر جدا، وتفضلوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا.